بعد اعتراض مجهولين لسيارة والد النائب هادي حبيش وتسليم سائقه رسالة تهديد تتعلق بابنه، ينضم إلينا عبر الهاتف النائب هادي حبيش ليطلعنا على تفاصيل الحادث وآخر معلومات التحقيق. أهلا بك أستاذ حبيش، يعني كيف تقرأ حادث الأمس وما هي التحقيقات المتعلقة به؟ يعني بداية نحن كنواب جينا عدد من الرسائل التهديد عبر رقم سوري عشية اغتيال اللواء وسام حسن، وبعد منه بعد منا اجاني انا شخصيا كمان اتصال يعني تهنئة باستشهاد اللواء وسام الحسن ودعوة الى اغتيالي، او قال لي يعني ان شاء الله بيجي دورة قريبا. امبارح كمان صارت هذه الحادثة، اعتراض سيارة بي ام اكس 5 سوداء لسيارة والدي. تبين بصراحة بالتحقيق اليوم بانه كانوا سيارتين، سائق السيارة ما انتبه انه كانوا سيارتين، يمكن كانت في سيارة بعيد ناطرة. بالكاميرايات اليوم طبعا الأجهزة الأمنية بينت انه من تحليل الكاميرايات بينت انه سيارتين اللي كانوا عم بيتعقبوا السيارة. الكلام بصراحة اللي انحكى مثل العادي، يعني نفس السياسي ونفس الكلام، تهديد ووعيد بانه يعني ضب ابنك احسن ما يجي دوره وكذا. منيح اللي لم يكن الوالد في السيارة، طبعا الرسالة أرسلت مع السائق بعد ما سئل عن الوالد وين هو، قال له السائق مش موجود معنا بالسيارة، قال له هذا الكلام. طبعا أنا بوضع هذا الموضوع بإطار الرسائل، مرة بتكون الرسالة عبر الهاتف، مرة باتصال مباشر، مرة برسائل SMS، واليوم صارت كمان بكل وقاحة رسالة مباشرة من مجهولين عبر والدي. يعني طبعا كان المقصود انه ينحكى مع والدي، كتر خير ربنا لم يكن في السياره، طلعت مع السائق. بغض النظر بصراحه طب الشيخ، يعني شو معنات هذا التراكم من الرسائل؟ يعني بصراحه ما بعرف اذا كان المطلوب، هلا طبعا يعني لو بنعرف شو المقصود كنا عالجنا الموضوع، ولكن برايي الخاص انا المطلوب هو اولا يعني منع الحركه السياسيه تبعنا، وهيدي مش رح ينجحوا فيها. طبعا رح ناخذ اجراءات، ما بيمنعنا هذا الشيء ناخذ اجراءات، ولكن ان كان بالحركه السياسيه رح تضل حركتنا السياسيه موجوده، وان كان بكلامنا السياسي كلامنا بده يضل، كلمتنا اللي بدنا نضل نقولها، ما رح نخاف من حدا. وهن بتصور جربوا على مرحله طويله الاغتيالات السياسيه والتصفيات الجسديه وما وصلت الى اي نتيجه، ونحن على كل ارواحنا او روحنا مش اغلى من روح اللي ارواح اللي راحوا. كلنا مثل بعضنا، وبالنسبه لنا المهم انه البلد يبقى البلد مثل ما نحن بنشوفه. والباقي بيصير تفصيل. النائب هادي حبيش، شكرا جزيلا لك.